بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين. وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. تنوين وبعده الهمزة هو ملح أجاج، يبقى حرف الهمزة من حروف الايه؟ الهمزة من الإزهار. يبقى نظهر التنوين. وجعل بينهما برزخا يعني حاجز بين البحرين. وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. لحد هنا هنشوف معاني الكلمات. ولقد أنزلنا هذا الماء في أماكن متعددة. مرج البحرين يعني أرسلهما متجاورين دون أن يختلط أحدهما على إيه؟ بالآخر. ما تختلطش بالمية الملح. عذب فرات يعني إيه؟ طعمه لذيذ، لذيذة الطعم. طيب ملح أجاج أي شديد الإيه؟ الملوحة. برزخا يعني حاجزا. وحجرا محجورة يعني إيه؟ وجعل بينهما ما يمنع من اختلاطهما. نسبا وصهرا أي ذكورا وإناثا. طيب شفنا المرة اللي فاتت، خدنا درس النون الساكنة والتنوين، خدنا حكمين من أحكامها اللي هما الأربعة، خدنا الإظهار والإدغام. ناخد النهاردة الحكم الثالث، الإقلاب له حرف واحد يعني مثلا تيجي نون ساكنة أو تنوين، التنوين هيبقى شكله إيه بقى؟ التنوين اللي هو بالفتحة شرطة واحدة وعلامة الميم. التنوين اللي بالكسرة شرطة واحدة وعلامة الإيه؟ الميم. التنوين اللي بالضمة ضمة واحدة وعلامة الميم، والعلامة الميم دي اللي هي إقلاب. لازم يجي بعدهم حرف الباء، أول الكلمة اللي بعدها بحرف الباء. يبقى الإقلاب له حرف إيه؟ حرف واحد بس، هيجي بعد النون الساكنة أو التنوين. طيب ممكن يجي في كلمة واحدة؟ أيوة ممكن يجي في كلمة واحدة. لو كلمتين زي مثلا كلمة إيه؟ من بعد كده اهو، من بعد. طيب مثلا فأنبئهم، أدي كلمة واحدة. لينبذن إيه اللي أنت واخدها النهاردة إيه؟
بس لازم تقولي الكلمه اللي بعديها، خلي بالك ما تقولش كلمه واحده وتسيبها، لازم تاخد عشان تجيب الحكم بتاعها، عشان تعرف ان بعد النون ديت او التنوين تعرف ان بعده كلمه بتبدا بحرف الباء. الاقلاب هو قلب النون الساكنه او التنوين ميما مخفاه، يعني بتخفيه في النطق مع بقاء الغنه. تقول مثلا فايه فانبئهم من بعد، بس ما تكزش على شفايفك وانت بتقول، تقولش من لا من بعد، تسيب فرجه بين الشفه اللي فوق واللي تحت. فرجه يعني ايه؟ يعني فتحه صغيره كده، مسافه صغيره يا دوبك تعدي تحط بينها ورق مثلا ورقه. يعني شوف معنى كده ان انا ما كزش على الشفايف وانا وانا بقول، ما اقولش من واقلب بقى شفتي لا من بعد، على خفيف كده خلاص. فانبئهم مثلا لينبذن، لينبذن في الحطمه، يبقى كده ايه مع بقاء الغنه. وذلك اذا اتى بعد الايه، بعد اي منهما يعني النون الساكنه او التنوين حرف الباء. وعلامه الاقلاب في المصحف هي ميم، اللي هي علامه الميم دي، مش علامه الميم اللي هي على السطر كده، لا دي بتاعه الوقف اللازم. توجد بين النون الساكنه او التنوين والايه، او على التنوين، او هي هتيجي بين ايه، هتلاقيها بين كده فوق الميم فوق النون. نشوف الأمثلة مع من كلمة زي إيه؟ إيه ينبت، ينبت كده، بس هو مش حاطط علامة الميم. طيب من بعد بتتحط هنا خلاص، بتتحط فوق النون دي. طب نشوف المثال مع التنوين، عليم بذات الصدور. هنا حاطط التنوين الميم غلط، ما تتحطش على الميم، تتحط فوق التنوين. بناخد ضمه وضمه واحده من التنوين، ادي التنوين زي ما احنا قلنا اهو، وبياخد علامه الايه الميم على بدل الضمه التانيه، والكسره والفتحه كده. وحرف الاقلاب طبعا هو حرف الايه الباء. طيب نشوف بقى الاخفاء، الحكم الرابع. يقصد به ايه؟ النطق بالحرف نطقا بين الاظهار والادغام. لا انا بظهر ولا انا بضغم، اللي بضغم بدخل كل النون الساكنه او التنوين في حروف الاخفاء. ايه هي حروف الاخفاء؟ وايه مع بقاء الغنه. وذلك اذا اتى بعدها كام؟ بعد النون الساكنه او التنوين 15 حرف. طيب انا عندي هعرفهم ازاي؟ ماشي ثانيه واحده، انا عندي دلوقتي النون الساكنه او التنوين لما بيجي بعديهم الهمزه والهاء والعين والحاء الغين الخاء، دول اسمهم ايه؟ إظهار. خلاص دول اسمهم إظهار. طيب لما يجي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الياء والواو والراء واللام والنون والميم، يبقى دول اسمهم ايه؟ إدغام. دول اسمهم ايه؟ إدغام. ادغام بس هي. طيب دول كم حرف؟ ست. ودول كم حرف؟ ست. يبقى ستة وستة كام؟ استنى بس عشان ال طيب ادي كده ست زائد ست زائد واحد الاقلاب يبقى يساوي كام؟ يبقى يساوي 13. استنى بقى، يبقى كده 13، هنحط عليهم 15 حرف يبقى يساوي 28. يبقى هننقص من ال 13 دول من ال 28، هيتبقى لي ال 15 حرف اللي هم ايه؟ الباقيين حروف الاخفاء. خلاص؟ الامثله بقى كتيره. طيب واللي سيدنا سليمان الجمزوري قال ايه؟ صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يعني هناخد اول حرف كده من كل كلمه الصاد. ازاي؟ اما يجي مثلا ايه كلمه مع الصاد ينصركم، طبعا هو مش هيجيب لك الامثله بقى، الامثله كتير. اما اقول ينصركم ماشي، هيبقى انا هدور على ايه؟ النون اهي بعدها حرف الصاد، هشوف حرف الصاد دوت هل هو من حروف الاظهار؟ هل هو من حروف الادغام؟ هل هو حرف الباء؟ يبقى خلاص اخفاء.
يبقى بدل ما هوش اظهار ولا ادغام ولا اقلاب يبقى هو اخفاء. انا هحفظ الاقلاب والادغام والباقي بقى هو انت هتقوله. طيب ايه حرف الذال مثلا؟ من ذا الذي كده مثلا؟ ايه كده اهو من ذا، النون بعدها ذال. طب هل النون يبقى بيجي في كلمه او في كلمتين؟ طب هل النون دي اللي بعد النون الذال ديت من حروف الاقلاب؟ هو حرف واحد الاقلاب اللي هو الباء. هل هو من حروف الادغام؟ هل هو من حروف الاظهار؟ يبقى الحكم هنا اخفاء، سواء بقى كان تنوين او نون ساكنه. طيب نشوف بقى ايه اول درس استخلاف، اول درس بقى بعد القران. استخلاف الله سبحانه وتعالى الانسان في الارض. طبعا عارفين الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول الملائكه اني خالق في اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ربنا سبحانه وتعالى رد وقال ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون. طيب هنا بيقول لك ايه؟ الاستاذ سعيد بيعمل معلما باحدى المدارس الاعداديه وقد رزقه الله بثلاثه ايه؟ ابناء. هم مين؟ علاء وعمر وحبيبه. والمهم استطاع الاب ان يغرس في ابنائه ايه؟ حب الكتب وقراءتها. المهم جاء موعد معرض الكتاب الدولي بالقاهره، فراح خد ولاده وراحوا ايه؟ المعرض. وبقى كل واحد بقى اختار الكتب اللي هو ايه بيحبها، كل واحد اختار كتب نخبه من الكتب القيمه. والمهم رجعوا الى بيتهم في سعاده وسرور. قال الاب لابنه علاء رايتك كده في وانت جاي في الطريق كده واحنا راجعين ان انت مشغول باحد الكتب، بتقرا احد الكتب. فالمهم ايه حسيت كده ان انت مشغول بالقراءه، ان انت بتقرا موضوع يعني مهم. طب انت قرات ايه؟ قال علاء حقا يا ابي انه موضوع ايه مهم، لقد تعجبت حينما قرات ان الله سبحانه وتعالى كرم الانسان وجعله خليفه فين؟ في الارض. خليفه ان هو يعبد ربنا ويعمر الارض، مش بيخربها ويسكنها ويعمرها، ويستخرج ايه كنوزها وخيراتها، ويستعملها ويتسلمها جيل بعد من يتسلمها جيل من جيل. قال الأب وماذا في ذلك من عجب يا علاء؟ أنت بتعجب من إيه؟ وفي يا جماعة أنت عاوز إيه؟ ما معيش شحن والله يا يوسف. طب حطه. إيه أخليها لك المرة الجاية؟ عشان هي بس الحتة دي والحتة دي. استنى بس لما أقفل. خلاص هنقف ان شاء الله لحد هنا ونكمل المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله.